Dominic, welcome back and start to what do you see is a friendly matches in Turkey. Thank you. But this you play three match you win اذكر الاعداد اللي كان في تركيا والمباريات الوديه اللي لعبتوها. احنا لعبنا ثلاث مباريات، كانت ثلاث مباريات مهمه وتجربه مفيده. لعبنا فوزنا في ماتشين باعداد كبيره من الاهداف وتعادلنا في مباراه، لكن اكيد كانت تجربه مفيده وتجربه مهمه، وخاصه ان احنا عندنا مباراه مهمه مع نادي مازيمبي في دوري ابطال افريقيا. دومينيك ذا اوبننج ماتش ان شامبيون ليج ويز مازيمبي، وات دو يو سي ذيس ماتش؟ will come strong. The match not easy. You will come the match very tough. مباراة مش سهلة. نادي مازيمبي فريق مش عادي، فريق من الأندية القوية، لكن احنا عندنا ثقة إن شاء الله إن احنا نقدر تكون البداية قوية ونحقق. Yes. Not it's out in the League of Champions, but now we the people will be ready inshallah to win this match inshallah in Egypt. Yeah, the group, this group is group the tough, you know, it's very مجموعة صعبة. المجموعة فيها ثلاث فرق بالإضافة للنادي الأهلي، فرق مش عادية، فرق قوية، سواء الزمالك أو مازيمبي أو تشيلسي الغاني. قال اللي هي مجموعة قوية والمباريات فيها هتبقى قوية، لكن إن شاء الله نقدر نحقق الفوز ونقدر نصعد على المجموعة دي. Good football and good match on any match. You see this problem, if me I talk now will be big problem now in Ahli. I can't talk for this. I will wait for Captain Said. Because Captain Said, me, I'm respecting him so much. Before I do something, I will I wait him. I will talk to him before I will talk this. Because yesterday I learned to the newspaper Al Ahli. واحدة something أحمد، المشكلة اللي حصلت مع أحمد شكري، أنا زعلان جدا وأنا فعلا متضايق جدا من الموضوع ده. البعض طلع قال إن أنا اللي أنا سبب المشكلة. لا، أنا مش سبب المشكلة، أنا مستني كابتن سيد عبد الحفيظ لما يرجع من ألمانيا عشان أقعد معاه. You talk me you want to cancel my contract. If you the second problem, or if you want to cancel my contract, where is the problem? I'm not scared for this. But no, you not tell nothing for Ahmed Shukri. Now all the problem he make in my back. But if me that I talk what making لان ما ينفعش ان انا يتقال عليا من خلال وسائل الاعلام ان انا سبب مشكله، فالناس تاخد عني فكره ان انا عصبي وان انا نرفز في الملعب وان انا بتاع مشاكل. لا، انا بلعب كوره بقالي خمس سنين محترف، ما فيش ولا مره اتوقعت عليا عقوبه زي دي او اتحطيت في موقف زي ده. القضيه مش 2000 دولار او 5000 دولار زي ما قال. قال لا، لازم يبقى في قاعده، لازم يبقى في جلسه مع الجهاز الفني والجهاز الاداري في حضور كابتن سعد حفيظ ويسمع كل الاراء عشان يعرف لو هو غلطان هو هيتحمل الغلط ده وبشهاده الجميع، لو احمد شكري هو اللي غلطان لازم يتحمل برضه نتيجه غضبه، ولازم الحقيقه تبان في الموضوع ده. If I talk I'm sorry because not because I'm beat Shukri or I make something no because him is thinking me I'm not respect the staff I'm not no me I'm respect the staff I respect Ahli but if I do this I have my reason I do this but now I no talk nothing I will wait Captain Said if he come I will talk this problem against Captain Said inshallah. Mr. Gozé and Hussam El Badri in technicals in relation with player Manuel Gozé وحسام البدري سواء في الريش في علاقته باللاعبين او في ارض الملعب، قال لك هم مش زي بعض وفي اختلافات كبيره. طبعا انا ما اقدرش اقول الاختلافات دي، لكن هم مختلفين تماما سواء في تكتيك اللعب او في علاقتهم مع اللعيبه.